يا سلام يا إليصار على الجو، جو صح وجميل حقيقي. اوعي تفتكري يا إليصار ان احنا واخدين الرحله ديت للاستجمام او حتى للمتعه، لا احنا واخدينها للتامل. يعني تاملي كده في البحر سمكه بتزق سمكه، على اللانش واقف صياد بشبكه. الله الله يا قمهر، تصدق انها احلى من الاغنيه الحقيقيه؟ وشوفي الصور الجماليه اللي موجوده في البيت، يا سلام على اللانش واقف صياد بشبكه يصطاد السمكه اللي حيرت كل الصيادين بضربه واحده زي انا، واصطاد المجرم اللي حير العداله كلها بضربه واحده. انت اشطر ضابط في الداخليه يا قمهر يا حبيبي. انا طموحي ملوش حدود يا إليصار، ماشي على 120 180 خايف لرشق في حيطه. يا حبيبي خفف عن نفسك شويه، سيبهم هم بقى يشتغلوا واحنا ننبسط. لا انا الشغل وحشني قوي يا إليصار، والان في فترة الأجازة ديت يكون المجرمين زودوا من معدلات الجريمة. لا ما تقلقش يا حبيبي، هما بيخافوا منك. إيه؟ يا نهار أسود! إليصار تشبثي جيدا، سننطلق بالمحرك حالا. أيوه خلاص قربنا، قدموا كويس بس. أيوه بسرعة حتى دي أبو زعاف. إما يا سوار؟ أيوه من هنا من هنا من هنا. أيوه كله يقف في مكانه، كله يقف في حاله، اوعى حد يتحرك. يا نهار اسود، الظابط ظابط اتسلمنا يا سوارس. الرمال المتحركه دي رمال خطيره، ممكن تبلعكوا لو اتحركتوا زياده. دكتوره ايام ولا الحان ابصر ايه مدرك ايه معرفش، امسكي الحبل دوت ومرريه بين الاشخاص. امسكي وسلتبيه عدل. إليصار يا ريت تساعديني عشان اعرف انقذ الضحايا. الله الله يا حبيبي، انت اعظم راجل شفته في حياتي. شكرا. انت اذكى راجل شفته في حياتي. شكرا. انت يعني في حاجه خلاص يا إليصار، الله كفايه اطراء، بعد ما ننقذ الضحايا ابقى امدحيني زي ما انت عايزه. اوكي يلا يا إليصار. إليصار صلي على النبي. إليصار صلي. لا ثانيه واحده ثانيه واحده بعد اذنك، انا اقول هيلا هيصة انتوا تقولوا صلى على النبي، انا مش عارف اشتغل كده، الشغل ناقص. ماشي ماشي هقوله يا جماعه، قولوا. حاضر. هيلا هيصة صلى على النبي. هيلا هيصة صلى على النبي. هيلا هيصة صلى على النبي. الحمد لله الحمد لله ان انا قدرت انقذكم، انتوا في امان. متشكرين قوي حضرتك الظابط، يعني مش عارفين من غير جنابك كنا عملنا ايه. ما اعرفش يا دكتوره انت برطمتي قلت ايه، بس اكيد شكر. على العموم لا شكر على واجب، احنا باذن الله ننقذ الضحايا حتى لو كنا خارج نطاق الخدمه. بس انا في سؤال عايز اساله لكم، انتوا ازاي تمشوا في الصحراء كده من غير دليل ولا انيس؟ والله يا باشا بحفظ الصحراء مدج 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 مدج. الاخ بدوي؟ انا ابو زعاف المغرب. لا انا مش قصدي يا شيخ العرب شمام، الله ما يبقاش افقك ضيق، انا مش قصدي اسمك يعني بدوي، انا اقصد ان انت من اهل البدو اهل الصحراء. انا بدوي ابن بدوي عم بدوي من قلب الصبار من صخر الجبال. يا سلام، انا بحب الصبار ده والله العظيم وصخر الجبال. لعلمك انا خدمت في الصحراء وخدمت في الواحات، واحة واحة، اول ما افتح الواحة كده اعرف هي ايه بالظبط. على العموم معاك العقيد امهر رمانة الميزان، الميزان ميزان التحرير. يا فك كده يا شيخ الله. على العموم لو احتجت اي خدمه انا تحت امركم. تشكر يا باشا. لا شكر على وجه. على العموم اسيبكم تستمتعوا برحلتكم، يومكم امن. الى اللقاء الى اللقاء يا اصدقاء. يلا بينا يا إليصار يلا بينا.